مرحبا واهلا وسهلا والسلام للجميع. كل عام بترسل هولندا 20,000 زهرة توليب لكندا، ليش؟ خليكم معنا بعد الفاصل. طبعا هولندا بترسل زهرة التوليب لكندا لكي تشكرهم على المساعدة اللي قدمها الجنود الكنديين خلال الحرب العالمية الثانية. حوالي 20,000 زهرة بترسلهم كل سنة هولندا، وعشان هيك بشهر 5 بصير عندنا مهرجان اسمه مهرجان التوليب، توليب فيستيفال، وأكبر مهرجان لزهور التوليب في العالم، حيث يستقطب حوالي 500,000 زائر. ويبدأ هذا المهرجان في شهر مايو ويستمر لمدة حوالي 3 أسابيع بالعاصمة أوتاوا. وترجع قصة هذا المهرجان لحادثة سياسية مهمة منذ عام 53 1953، حيث زهرة التوليب ترمز إلى الروابط القوية بين اللي جمعت الدولتين كندا وهولندا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الأميرة جوليانا من العائلة المالكة الهولندية قد فرت من هولندا خلال الغزو النازي وأقامت في مدينة أوتوا، وكهدية للتعبير عن امتنانها لكندا قدمت حوالي 100,000 بصيلة من بصيلات التوليب لغرسها في أراضي أوتوا. أزهرت هذه البصيلات ورأى الكنديين زهور التوليب لأول مرة، وتولد لديهم الاهتمام بها، وتحول الأمر إلى وسيلة لجذب السياح في كل عام. يمكن للناس أن يبدوا إعجابهم بالألوان الجميلة والمتعددة والثقافة الهولندية بنفس الوقت، وورش عمل ترتيب الزهور والألعاب النارية والموسيقى. ويقال أن هذه الأميرة كانت ستلد في كندا، ولكن إذا ولدت في كندا فإن بنتها لن تصبح أميرة، ولأنها ستكون مواطنة لدولة أخرى وهي كندا. فعشان هيك كندا اعتبرت هذا المكان اللي ولدت فيه هذه الأميرة في ذلك اليوم ملكا تابعا لهولندا وليس لكندا، ولكن بعدها عاد إلى كندا. وطبعا الكنديين ساعدوا كثيرا في تحرير هولندا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، فعشان هيك برضو بعطوهم هذه الورود. في هذه الخريطة حنورجيكم الأماكن اللي ممكن تظهروا فيها التوليب خلال الفستيفال. وطبعا هذه الزهرة تم إنتاجها خصيصا للاحتفال ب150 سنة للفيدرالية الكندية. Caught in the crossfire.